أبنائي وبناتي الطلبة الأعزاء، أرحب بكم اليوم بدرس من دروس اللغة العربية للصف الثامن. وقد اختيرت دروس هذه السنة بعناية فائقة لأنها تشمل العديد من القيم التي يجب ألا تبقى حبرا على ورق، إنما يجب أن نتمثل هذه القيم بأبهى معانيها وصورها حتى تصبح حياتنا أفضل. قنبلثما هي جزء من أو نوع أدبي شعري باح به الشاعر إيليا أبو ماضي ليعبر لنا عن حكمته في هذه الحياة، ويعطينا إرشادات وينصحنا كي تكون حياتنا أفضل. كل إنسان فينا يبحث عن السعادة، وكل منا يجد سعادته بحسب نظرته إلى هذه الحياة. ربما سنأخذ فكرة عن هذه السعادة وأين نجدها، وخاصة بعد المبادرة التي قامت بها رنا في بحثها عن السعادة. قد قمت بمبادرة ووجدت أن السعادة تختلف من شخص لآخر، وسألتهم أين تجدين سعادتك الحقيقية؟ أراها بالعطاء، فلا سعادة تضاهي رؤية البسمة على وجوه الآخرين. وأنت؟ أجد السعادة حين أقدم للناس المحبة وأن لم يبادلوني إياها، فأكون كالمطر يعمه خيره كل العالم دون شكر أو جزاء. وأنت يا نهى؟ أجد السعادة في المحبة، وسوف أقول لك الطريقة. أولا عليك أن تعمل في جملة ازرع تحصد، فلم نرى يوما ما فلاحا زرع قمحا وحصد شعير، فمن يزرع المحبة ماذا يحصد؟ المحبة طبعا، فازرع المحبة في نفسك ونفوس الآخرين لتحصدي المحبة والسعادة. يا له من كلام جميل. وأنت يا ساندي؟ تجد سعادتك عندما تكون البلسم الشافي لجروح الناس، وعندما تكون البلسم الذي يشفي الأوجاع والجروح، وعندما تضع أمامك عنوان الحياة، وعنوان الحياة كلمتان: الحب والعطاء. وأنت يا إيفا؟ إنني أجد سعادتي في التضحية، حيث أن السعادة الحقيقية تكمن في أن تعطي شيئاً أو تهبيه شيئاً تملكينه إلى شخص لا يملكه، وبإمكانك أن تجد الكثير من الحب. وأنت؟ أنا أجد سعادتي بالإحسان إلى الآخرين دون انتظار جزاء أو شكر من أي أحد. فبما أنك كنت تسأليننا أين تجدين سعادتك، وكل واحدة منا أجابتك بقيمة هي تجد فيها سعادتها، دعيني أسمعك هذه القصيدة. تفضلي. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما، إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما، أحسن أحسن وإن لم تجز إلا بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما، فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا شعور الناس كانوا كالدمى، أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما، لو تعشق البيداء أصبح رملها زهرا، وصار سرابها الخداع ما، لو لم يكن في الأرض إلا مبغض، لو لم يكن في الأرض إلا مبغض لتبرمت بوجوده وتبرم. وقد قرأت للشاعر إيليا أبو ماضي أبياتا إضافية، هل تريد أن ألقيها لك؟ تفضلي. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنمة، يا صاح خز علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما، عد الكرام المحسنين وقسهم، بهما تجد هذين منهم أكرما. يا له من شعر رائع. من قائل هذه الأبيات؟ الشاعر العربي إيليا أبو ماضي، شاعر لبناني ولد في المحيدثة في لبنان، سافر إلى أمريكا يعد من أبرز شعراء المهجر، وأسس مع جبران خليل جبران رابطة القلمية، قصائده معبرة وصادقة المشاعر. حسنا، هذه القيم هل يوجد من يقدرها ليعيش سعيدة؟ لا يا صديقتي رنا، إنك لا تنتظري أن تأخذي السعادة من الآخرين، إنما السعادة تنطلق من ذاتك وكيانك. رائع، أحسنتم
شكرا لهذه المبادرة. أظن أن السعادة موجودة، كل بحسب نظرته لهذه الحياة. إذا هل اقتنعت يا رنا بوجهات النظر؟ نعم، وهذه القيم التي وجدتها لديهم هي السعادة بكل تفاصيلها. شكرا لكم، وأنا سعادتي أيضا تكمن في محبتكم وفي عطائي لكم المستمر. إذا لننطلق إلى القصيدة التي نتناولها اليوم، كن بلسما، ورأينا المعاني الرائعة التي تمتلكها هذه القصيدة والتي تحتويها. فإذا عدنا إلى شرح المفردات التي وردت معنا، ما معنى كلمة بلسم؟ ما معنى كلمة بلسما يا ساندي؟ بلسم دواء شافي. هو الدواء الشافي طبعا، وعنوان القصيدة كن بلسما. وأيضا يا نهى أرقم، هي أخبث الحياة السامة. نعم، هي أخبث الحياة السامة، أحسنت. وأيضا يا غنوة، ما معنى كلمة علقمة؟ علقمة هو لكل شيء مر، كل شيء مر نسميه علقم، العلقم المر. هبتك يا رنا، وهبتك من دون مقابل، أحسنت. وهبتك وليس أعطتك، إنما وهبت من دون مقابل، هذا هو الفرق. وأيضا يا رن تابعي معنا الكلمة التالية، هما سال بغزارة. نعم، هما سال بغزارة، وأيضا تبرم، تضجر وضاق بالحياة. بالضبط. وأيضا يا جودي، السوى قصد بها الآخرين. نعم، الآخرين من الناس، أي الناس نحن نقصدهم بهذا الكلام. والبيداء يا إيفا، هي الصحراء أو هي الأرض القاحلة. أيضا نعيد، الغيث هو الغيث المطر، وجمعه غيوث أو أغياث. وأغياث. أما كلمة ما التي وردت في البيت السابع، ماذا أراد بها الشاعر؟ هي مخففة من ماء. من ماء، بالضبط، من ماء، الماء. والسراب هو ما ليس حقيقة، وهو ما يرى وسط النهار عند اشتداد الحرارة. أما الثناء، وهو الشكر والمدح. الشكر والمدح، بالضبط. إذا عدنا إلى هذه القيمة التي نريد أن تظهر في كل واحد منا، العطاء والمحبة، أرى في تيجانكم الكثير من المعاني التي تهبنا العطاء والمحبة، فيهما تكمن كل المشاعر الإنسانية يا ساندي، كل المشاعر الإنسانية تكون في العطاء وفي محبة العطاء. إذا أكون إنسانا عندما أحب الآخرين، أكون إنسانا عندما أعطي ولا أنتظر شكرا من أحد، أكون محسنا متسامحا أعيش أيضا السعادة، أمتلك حياتي ولا أجعل الحياة تمتلكني، بحيث أنا أكون سعادتي من داخلي وأظهرها، ولا للبغض ولا للكره. إذا قيمة المحبة قيمة عالية، وأن أعطي أيضا قيمة ثانية. نبدأ في البيت الأول، نلاحظ البيت الأول، كن بلسما. نعم، اقرأي تفضلي. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. كيف أكون بلسما شافيا يشفي آلام الناس؟ ومتى أكون حلو اللسان والأخلاق يا ساندي؟ يجب أن أكون دائما حلو اللسان مع الناس، وأكون بلسم شافيا عندما أرى الناس في مختلف الأزمات، في مختلف الأزمات أقدم لهم ما أستطيعه من عطاء، سواء كان بالكلمة أو بأن أعطيهم من وقتي أو أن أعطيهم أي شيء أستطيع أن أقوم به، فأكون بلسما وأكون حلاوة حلوا بأخلاقي. طبعا الأخلاق هي الأعلى، هي ذات قيمة أعلى. إذا فكرة هذا البيت تتحدث عن الإساءة، أو أن نكون نقابل الإساءة بالإحسان، أن نقابل طبعا الدعوة. لاحظ، يبدأ الشاعر البيت بكن، كلمة كن هي أمر، فالأمر وهو الطلب، إذا يطلب أو الدعوة إلى مقابلة الإساءة
بالإحسان قدر المستطاع. بالتأكيد، إذن هذا ما ورد لدينا في البيت الأول، أما في البيت الثاني تفضلوا. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. نعم، كيف أقابل عطاء الحياة يا إيفا؟ أقابله بالعطاء أيضا. بالعطاء، لا أبخل على الحياة بشيء ولا على أخي الإنسان، لأن على الحياة أخي على أخي الإنسان، لأن الحياة أعطتنا كثيرا. نعم، وإذا أعطينا جزء من هذا الكثير هل ننقص؟ كلا كلا، إنما نزيد، نزيد في المحبة ونزيد في الإنسانية. إذا فكرة هذا البيت نراها الاقتداء بالحياة في العطاء، في طبعا في الاقتداء في الحياة، الاقتداء بالحياة في الإحسان، في العطاء، في الإحسان، في أي شيء. فهنا المشاعر الواضحة التي نراها في هذا البيت هي الشعور بالحب. أكيد سنشعر بالحب. الحب بالضبط. ننتقل إلى أحسن وإن لم تهزى إلا بالثناء، أي جزاء الغيث يبغي إنهما. أي جزاء الغيث يبغي إنهما. إنهما تماما. كيف أو بماذا أستطيع أن أكافئ المطر على عطائه؟ هل أستطيع أن أكافئه؟ لا، لا يكافئ. إذا عندما أقوم بعمل جيد بمحبة بعطاء ما، هل أريد مكافأة على عملي؟ لا، لأن الإعطاء عند إن أريد أن أصبح سعيدا لا أنتظر جزاء من أحد أو شكر. نعم، إذا كيف فهمت البيت؟ العطاء دون انتظار الجزاء كفكرة. نعم، أحسنت، العطاء دون انتظار الجزاء. وهنا نشعر بأن الشاعر معجب بهذا المطر، بالعطاء، بعطاء الطبيعة التي لا يفوقه عطاء. تمام. أما في البيت الرابع، فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعمه. نعم، يقولون أسعد الناس من أسعد الناس، وهذه جمال لغتنا عندما ننطق بهذه العبارة المتشابهة في الكلمات والمتباينة في المعنى. إذا أسعد الناس من أسعد الناس. إذن هنا كيف تكونين سعيدة في حياتك يا نهى؟ الدعوة لإسعاد الآخرين. عندما نسعد الآخرين. عندما أسعد الآخرين، بالضبط، عندما أسعد الآخرين. ولاحظي أيضا بدأ البيت بفعل أمر، فعل أمر هو الطلب، طلب من المخاطب أن يقوم بهذا العمل. وقلت لكم كم من النصائح والإرشادات من حكمة الشاعر في الحياة يعطينا إياها بهذه القصيدة. فلاحظي أنه يبدأ معظم أبياته بفعل الأمر، وهو الدعوة أو الطلب، أن نسعد الناس حتى أسعد أنا بحياتي. في البيت الخامس، أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا شعور الناس كانوا كالدمى. بما تشبه الشاعر الإنسان الخالي من المشاعر؟ كالتمثال أو الدمية. كالتمثال أو الدمية، بالضبط، التي لا مشاعر لها. كل ما تقدمين للدمية أو للتمثال هل يقابلك بشيء؟ لا، لا بحب ولا ببغض ولا بغيرها. إذن الإنسان يختلف عن الآخرين بأن له هذه الكمية الهائلة من المشاعر، مشاعر أحيانا مختلطة. إذن كيف فهمت البيت؟ فهمت هذا البيت بطريقتي أن الإنسان يجب أن يحذر من غفوة الضمير وحب الخير للآخرين، لأن هذه المشاعر هي التي تبهج الحياة، ومن لا حب في حياته كانت حياته بلا روح كالتمثال أو الدمية. أحسنت، إذن فكرة البيت هنا يتحدث عن أثر المحبة بين الناس. شكرا لك، أحسنتم. هنا يوازن بين نقيضين، يستخدم التضاد. فماذا قال في البيت السادس؟ أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما. أحسنتي، أحبب، لاحظي أيضا، وأبغض، لاحظي الكلمات
التي يأتي بها متضادة. كيف طور الشاعر أثر الحب بالحياة؟ إنه إذا أحببنا الناس جميعا وتمنينا لهم الخير دائما فإننا سنجد الدنيا واسعة ومضيئة. بالضبط. وأما إذا أردنا أن تكون الدنيا ظلمة فإننا نجرب الكره والحقد. تماما أحسنتي. عندما نجرب الكره والحقد تجدين أن هذه الحياة على رحبها أضيق من أن تسع شخص بمفرده، لأن الإنسان يحبس نفسه في مشاعر الكره، في مشاعر البغض للآخرين، وهذا الأمر بالتأكيد يؤذي نفسه أولاً. الإنسان الذي يسجن نفسه في هذا الشعور يؤذي نفسه أولاً، ثم إذا أحب، فلاحظي ماذا يحدث؟ ينعم بهذه الدنيا، بمباهج الدنيا، يجد السعادة أيضاً التي ننتظرها. شكراً لهذه. نعم، لهذا الإغناء وهذا التفاعل الجميل. أيضاً البيت أي بيت؟ السادس، البيت السادس، تفضلي. لو تعشق البيداء أصبح رملها زهراً وصار سرابها الخداومة. تماماً. لو تعشق البيداء الأرض القاحلة، الأرض التي لا نبت فيها ولا شجر. قال لو تعشق البيداء أصبح رملها زهرا وصار سرابها الخداومة. ماذا يحدث في الصحراء إذا سكنت المحبة في قلبها؟ تصبح جنة ملونة. نعم، تصبح جنة ملونة بالأزهار والألوان. أحسنتي. إذا فكرة هذا البيت نستطيع أن نقول أنها أثر الحب في الصحراء، أثر المحبة في الأرض القاحلة. نعم، أثر الحب وأثر المحبة في الأرض القاحلة، وهنا يعطينا شعور الحب بأمل بأننا سنفتح آفاق حياة جديدة، حياة كلها فرح وعطاء. في البيت الأخير، لو لم يكن في الأرض إلا مبغض لتبرمت بوجوده وتبرم. نعم، لتبرمت. إذن إلى ما يؤدي البغض في الحياة؟ إلى أنه لو خلت الأرض من الحب وانتشر البغض لكرهت حياتك وضاقت بك الأرض على رحبها ووسعها. أحسنتي. إذن هذا هو أثر البغض في الأرض، وهنا نتضجر من بعدنا ونتضجر من كل من حولنا، ولا يعجبنا في هذه الحياة شيء. هذا ما يريده الشاعر، أن نكون كارهين للبغض وللكره وللمشاعر السلبية، وأن نجمع في ذاتنا كل مشاعر المحبة. إذن الفكرة هنا تتحدث الفكرة بشكل عام عن أثر البغض في الأرض. في الأرض، نعم، أثر البغض في الأرض، كيف أنها تؤذي المشاعر. شكرا لك. وأيضا يا نهى، أعيدي ما قرأت للشاعر. سبق وقلت أنك قرأت أبيات للشاعر. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنمة؟ يا صاح خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. عد الكرام المحسنين وقسهم، بهما تجد هذين منهم أكرما. تماما. إذن يؤكد الشاعر في هذه الأبيات الإضافية التي قرأتها يا نهى، وشكرا لإغنائك وإثرائك النص، يؤكد على ماذا؟ على أن الإعطاء بلا مقابل. على فكرة العطاء بلا مقابل، فالزهرة التي تفوح بعطرها لجميع الناس لا تنتظر أي جزاء. من يكافئها؟ بالضبط. والبلبل الذي يصدح بجميل الألحان أيضا، كيف نكافئه؟ كما المطر الذي سبق وذكر أن المطر لا نستطيع أيضا أن نكافئه. إذن علم المحبة إذا أردت أن أخذه يجب أن أخذه من هذه، من الطبيعة، من مفردات الطبيعة، من أجزاء الطبيعة. إذن يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، أني وجدت الحب علما قيما. عد الكرام المحسنين، أكرم الناس لا أو لن يصلوا إلى كرم الطبيعة.
سواء كان البلبل، سواء كانت الزهرة، سواء كان المطر أو أي شيء. هل استطعنا أن نعطيك السعادة يا رنا؟ نعم. نعم؟ أين وجدت السعادة؟ في أي بيت من أبيات الشاعر؟ بكل الأبيات وجدتها. بكل الأبيات؟ بالعطاء والتضحية والإحسان والمحبة والإنسانية. نعم، وهل أنتظر مقابل لعطائي؟ لا. هل أنتظر أن أقطف سعادتي من الآخرين؟ لا، إنما يجب أن أزرع أنا السعادة وأحصدها في وجوه الآخرين. نعم، أحسنتم. كل نص يجب أن يحتوي على العديد من الأفكار، سواء كانت أفكاراً أدبية، إسرائية وتطبيقية. نبدأ الآن في العاطفة، نجدها كما إنسانية. العاطفة إنسانية. ما معنى العاطفة إنسانية؟ أنها إنسانية عندما نكون البلسم الشافي كما ورد لكل الناس طبعاً، كما ورد في قصيدة الشاعر إيليا أبو ماضي. تعم كل الناس. إذن ولاحظي أن الحكمة التي أعطاها إيانا الشاعر من خبرته في هذه الحياة أتت من خبرة الشاعر في الحياة فأعطانا هذه القصيدة. إذن كأفكار ومجموعات، نبدأ بالمجموعات. مشاورة، نبدأ بالمشاورة. الأسئلة الواضحة لدينا. السؤال الأول، مجموعة الأسئلة. السؤال الأول، ما أثر المحبة في الحياة؟ ثم السؤال الثاني، كشف الشاعر عن متناقضات الحياة؟ وأيضا لدينا السؤال الموازنة والمحسنات البديعية. ضعوا تيجانكم أمامكم. شكرا لمحبتكم. السؤال الأول، تفضلي المجموعة الأولى. ما أثر المحبة في الحياة؟ أولاً يشعر الإنسان بالطمأنينة والسعادة. بالتأكيد تشعره بالطمأنينة والسعادة. وأيضاً تجد الدنيا رحبة واسعة تملأ الصحراء زهراً وماء. أحسنتي، رحبة وواسعة وتملأ الصحراء كما رأينا زهراً وماء. شكراً بهذه الإجابة. كشف الشاعر في النص عن متناقضات الحياة. المجموعة الثانية، الحب يبعث الراحة والسعادة، أما البغض فهو يبعث الضيق والكآبة والحزن. أحسنتي، يبعث الضيق والكآبة والحزن. شكرا لك. قال زكي قنصل، وزكي قنصل أيضا من شعراء المهجر. لماذا سميوا شعراء المهجر؟ هل تعرفين لماذا؟ هل تعرفون لماذا سمي الشاعر إيليا أبو ماضي وزكي قنصل من شعراء المهجر؟ لأنهم ماذا قرأنا عنه يا غنوة؟ أنه هاجر إلى أمريكا. إلى أمريكا طبعا، لأنه هاجر إلى أمريكا. أمريكا تجارة. هاجروا. وماذا يحمل المهاجر المغترب؟ ماذا يحمل في قلبه؟ الألم لبعده عن وطنه، وبعده عن أهله ووطنه. كل هذه المشاعر نجدها في الأدب المهجري. ولكن شاعر زكي قنصل يقول بيته بنظرته. المجموعة الثالثة، بالحب قد تصل الثريا بالثرى،
فالحب بالثرى. فالحب يبني والضيقة تهدم والضغينة تهدم تهدم. نعم. يلتقي هذا البيت مع البيت السادس. ما هو البيت السادس؟ البيت السادس: أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما. تماما. إذن هذا البيت يلتقي مع البيت السادس. حددي تشابها واحدا على الأقل. أن كلا الشاعرين يبينان أثر كل من الحب والبغض في حياة الإنسان. أثر البغض والحب. والحب كما سبق وشرحنا البيت السادس أن الكره ماذا يفعل بالإنسان، وأيضا المحبة كيف تظهر وكيف تجعل عالم الإنسان. وأيضا بالنسبة للشاعر ذاتي قنصل: الحب يبني والضغينة شو بتعمل؟ تهدمه. تهدمه تماما. لا يخلو النص الأدبي من أكيد أسئلة تطبيقية تغني النص وتثري معانيه ومفرداته. أخذنا في هذه السنة المحسنات البديعية. السؤال: حددي محسنا بديعيا ورد في البيت الأول. تصريع أرقم وعلقم، وهو محسن بديعي يكون بتشابه نهايتي شطري البيت الأول من الشعر. نعم. وأيضا لدينا في البيت الثاني: حبتك وتبخلنا. نعم. هما طباق إيجاب، وهو الكلمة وضدها. تمام. وأيقظ وغفى أيضا. وفي البيت السادس ورد معنا أيضا: أحبب وأبغض. أحبب وأبغض، ممتاز. ونيرا ومظلمة أيضا. نعم. هذه المتناقضات، هذا ماذا سميناه؟ طباق. طباق إيجاب. ما هو الطباق الإيجاب؟ هو الكلمة وضدها. الكلمة وضدها بالضبط. وهذه هي من المحسنات البديعية التي مرت معنا في هذا العام. ولا يحلو كل درس مهما جذبنا الشعر وجماله ومفرداته، لا يخلو الشعر من تطبيق القاعدة. القاعدة هي أساس الكتابة، القاعدة هي أساس الكلام السليم. نبدأ بالسؤال الأول. مر معنا درس المصادر وتعرفنا على المصادر، وعرفنا عن من المصادر التي المجموعة الأولى مصادر الأفعال. نعم. أسعد إسعاد. إسعاد بالضبط. أسعد إسعاد. كم عدد أحرف هذا الفعل؟ أربعة. أربعة. إذن هو مصدر قياسي أم سماعي؟ قياسي. قياسي، أحسنتي. وأيضا الفعل؟ تبرم. 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 تبرم أيضا. ما عدد أحرف هذا الفعل؟ خمسة. خمسة أحرف بالضبط. فهو مصدر قياسي. قياسي. أما الشعر فمصدره شعور. شعور. ما عدد أحرف هذا الفعل؟ ثلاثة. ثلاثة أحرف. إذن هو سماعي أم قياسي؟ سماعي. سماعي. إذن نقول عن مصادر الأفعال الثلاثية سماعية. سماعية. تماما. أما الرباعية والخماسية والسداسية فهي قياسية. فهي قياسية، أحسنتي. ثم لا غنى عن قواعد الإملاء التي يجب أن تزين كتابتنا الكتابة الصحيحة. أعلل الهمزة في كلمة اعمل. اعمل همزة وصل في أمر ثلاثي. جاءت في أمر الثلاثي. الثلاثي تأتي همزة وصل. أما كلمة إسعاد وهي همزة قطع لأنها جاءت في أمر رباعي. في أمر انتبهي. ما أمر أسعد إذا كانت أمر، أما إسعاد فهي المصدر الرباعي. هي مصدر الرباعي. أما بالنسبة للسؤال الإعراب. التاء. علل كتابة التاء في كلمة. من منكم يعرف تعليل كلمة شئت؟ شئت. نعم جودي. شئت. التاء هنا هي تاء من تاء الفاعل. تاء الفاعل المتحركة. إذا تكتب مبسوطة ومتصلة بالفعل.
بالتأكيد، إذا تاء الفاعل المتحركة، وأيضا ما التاء التي تكتب أيضا مبسوطة؟ تاء التأنيث الساكنة. وأيضا تاء التأنيث الساكنة بالنسبة للأفعال، وتاء التي هي من أصل الفعل. من أصل الفعل، أحسنتي. الآن بالنسبة للإعراب، إعراب كن. كلمة كن التي هي عنوان النص والتي بدأنا بها القصيدة. فعل كن فعل أمر ناقص مبني على السكون، مبني على السكون، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا فعل، أعيدي، فعل أمر ناقص. أمر ناقص، نعم، هو كان، والأمر منه كن. كن، نعم، أحسنتي، والمضارع منه يكون. إذا هنا كن، ما وزن كن؟ ما الوزن الصرفي لكلمة كن؟ فل. وبلسما، بالتأكيد كلمة بلسما. بلسما خبر كن منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. بالضبط، خبر كان. إذا ما عمل الأفعال الناقصة بالجملة يا رنا؟ ماذا تعمل؟ ما عمل الأفعال الناقصة في الجملة؟ الأفعال الناقصة نعم رن؟ الأفعال الناقصة في جملة الطبيعية تدخل على الجملة الإسمية، مبتدأ وخبر، فهي تبقي المبتدأ على حاله فهو يبقى مرفوع. نعم، ويصبح اسمها، والخبر تنصبه ويسمى خبر. أحسنت، إذا هذه هي الأفعال الناقصة التي تكون ناصبة للخبر واسمها يبقى مرفوعا. أيقظ، من منكم يعرف إعراب أيقظ؟ أيقظ، نعم. أيقظ هو فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره. نعم، فعل أمر هنا تام وليس ناقصا. أجل، عندما قلنا عن كن قلنا عنه فعل أمر ناقص، ولكن هنا فعل أمر تام. أحسنتي، مبني أيضا على السكون. والفاعل هو ضمير مستتر تقديره أنت. أنت، نعم، أيقظ أنت. أما كلمة شعورك، شعورك من يعرف شعورك؟ كلمة شعورك، نعم، شعورك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بإضافة. جرب الاضافه، انه كل ضمير يتصل بالاسم في محل جر بالاضافه. كل ضمير يتصل بالاسم فهو في محل جر بالاضافه. ما هي هذه الضمائر التي تتصل بالاسماء؟ كاف الخطاب، ويا المؤنث المخاطبه. تمام، ومخاطبه يا اعيدي اعيدي دراجه يا المتكلم، يا المتكلم بالضبط. ايضا واو الجماعه، وهاء الغائب، وأيضا يا رند أعيدي. أيتها المعلمة، إنها كلها تجمع في كلمة ناهيك. نعم، مع الأسماء تأتي في محل جر بالإضافة، ومع الأفعال تأتي في محل نصب مفعول به. أحسنت، شكرا للمبادرة الجميلة. إذا لدينا السؤال الأخير، الأفعال المتعدية إلى مفعولين. لدينا زمر من الأفعال تتعدى إلى مفعولين، أصلهما مبتدأ وخبر أو ليس أصلهما مبتدأ وخبر. نعم جودي تفضلي. لدينا الفعل حبتك في البيت الثاني تعدى إلى مفعولين، مفعوله الأول هو كاف الخطاب المتصلة بالفعل، والمفعول الثاني هو كل. أحسنتي، كاف الخطاب وكل، شكرا لك. كل إذا مفعول، ماذا أعربه؟ مفعول به منصوب على مفعول به منصوب علامة نصبه مبني على الفتح، لا منصوب على منصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، الأبيات الإضافية التي ذكرناها أتمنى أن تضيفوها إلى القصيدة، لأنها تغني النص وتعطيه البعد الإنساني له. والآن يا رنا، كيف ستبدأين حياتك بعد هذا النص؟ بالعطاء والمحبة
والإنسانية وكل شيء يعني كل شيء يبني للسعادة يبني للسعادة. الحياة وتكون أفضل. وأيضا يا غنوة أجد السعادة بالعطاء بالمحبة بالإنسانية، أعطي من دون مقابل ولا أنتظر مقابل أو جزاء منك أو من حين أعطي. نعم شكرا لك. وأيضا ما هو أفضل بيت سوف تتخذينه عنوانا لحياتك؟ أفضل بيت أو أجمل بيت؟ هو من الأبيات الإضافية، من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنمة. نعم لأن فيه قيم كثيرة، وأن الزهرة تهب الشخص رائحتها الجميلة بدون مقابل، لأن الشخص لا يستطيع أن يكافئ الزهرة. أحسنتي. وأيضا يا ساندي؟ أحسن وإن لم تجزى إلا بالثناء أي الجزاء الغيث يبغي إنهما، لأن المطر حين يهطل لا ينتظر الجزاء من أي إنسان أو من أي شخص. تماما، الجزاء يعطي الجميع بدون استثناء المحسنين والمسيئين على حد سواء. نعم. من الأبيات الإضافية التي قرأتها، يا صاحي خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيما. هنا يوضح الشاعر أن الحب هو علما له قيمة كبيرة، وهو كذلك في حياتنا، فالحب له الكثير من الإيجابيات. نعم بالتأكيد. هذه هي الزهرة التي أحببتها؟ أجل. نعم هي التي سيفوح عطرها في حياتكم. وأيضا من لديه أيضا إجابة على السؤال البيت الأجمل؟ نعم يا رب. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما. أحببت هذا البيت لأنني إذا أحببت الناس جميعا وتمنيت لهم الخير سأجد حياتي رحبة واسعة مضيئة. نعم. بالتفاؤل. وأيضا إذا أردت أن أكون في حياتي أن تكون حياتي أيضا كسجن، فأريد أن أجرب البغض والكره لكنني لا أتبع هذا الأسلوب. أحسنتي، شكرا للإثراء والإغناء. نعم أيضا. البيت الذي أعجبني، فعمل لسعاد السوى وهنائهم إن شئت تسعد في الحياة وتنعم. هنا يوضح الشاعر إذا أردت أن تكون سعيدا في هذا الحياة عليك أن تعمل على إسعاد الناس، لأن السعادة تكون في العطاء. حين أعطي أشعر أجمل السعادة. شعور نعم. أعطي السعادة أجمل شعور والإعطاء، تشعرين بأنك مالكة الحياة بإعطائك، إنها سعادة لا تطاق. شكرا أيضا جودي. بصراحة جميع الأبيات كانت تتحدث عن المحبة والعطاء، ولكن البيت الأجمل في هذه الأبيات بالنسبة إلي هو البيت الخامس. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا شعور الناس كانوا كالدمى. لأننا لو نحن أيقظنا الشعور شعورنا بالمحبة لا نوصف بالدمى التي ليس لها شعور ولا حتى قلب. كلام جميل. شكرا لجميلي تعاونكم ومبادراتكم الجميلة التي أعجبتني وجود هذه التيجان. أتمنى أن تكون هذه التيجان فوق رؤوسكم وفي قلوبكم دائما. مع تحياتي أنا الآن باسمة حداد ومن مدرسة مصطفى الترك، وأرحب بالطالبات المتميزات صاحبات المبادرات العديدة، إيفا بشار، جودي شداد، رن شيخ، رنا مقداد، غنوة ملاح، ونهى رشيد، وساندي حصري. أهلا وسهلا بكم، شكرا لمشاركتكم الرائعة. أتمنى أن أراكم دائما في أحسن حال. شكرا شكرا لك.